وينو؟ وينو؟ هلا بدي اعرف لوين هرب. وينو؟ منو؟ شو نينك انت معكم؟ عمو نعمان؟ الزفت، نعمان الزفت. ترم حالك عم تحكي عن عم الحبيبتي. مين ما كان يقول بدي دعس ضديس. يا اخي شو صار؟ وين السالي؟ سافر. وين هذا؟ دخيلك مثل هي عم ياكل جاكيت. هيدا جنينات اللي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، زمص وطلع على الدرس صابون، بس لو بعرف وين مخبى، لجلص بعينه من محلهم. يا اخي شو صار؟ صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لكلابه، بيرجع كل يوم بفلطهم وبيروحوا بيعملوا عملتهم عندي بجنينة، وقدام الباب. شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم. ما حضرته معودهم هيك، معلمهم على الطريق الكايف فيي، بيعرفني اني ما بطيقه لانه ما بيحلاله. قص الجازون الا وقت السياسه تبعي، بيدور لي هالمكنه على شباك الاوضه قصد ليزعجني، طلع على لساني الشعر انا بقول له بعد عن الشباك دق المي مي، وقف قص بعد الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي مي. ايه خلص بقى، طفح الكيل وصار المفروض يتربى. رؤيا استاذ زمان زلمه كبير، طول بالك عليه. ما انا طول بالي عليه لانه كبير، بس قديه ولعيمتا قديه الواحد بده يضل حامل. اه يوم يومين ثلاثه تبو بعدين وينه؟ وين مخبى؟ هلا بدي اياه. ايه والله والله اللي عامله عصير. انت شفته شيء؟ ايه انا شايفه، بس انت مش شايفه. كيف؟ اه ماشي عم بقول راح يمين، قصدي شمال. ولك ضيعتني. ما هيدا المطلوب. كيف؟ فتش عليه مظبوط؟ برمت جنينه زاويه زاويه وما كنت لاقيه. هداك النهار كبب لي طرابات بجنينتي. ايه شو؟ هودي ضمن حدوده. يا حبيبي عقاريا جنينتي عرضها 5 متر، متر 2 3 4 5، شيل طراباتك بعدك بحدودي. ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كانش ناناتي عن جانا الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته. بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكرم مظبوط يا ملاح. مظبوط. الواحد بيعطي انذار انذاريتك وبعدين وبعدين انبهين عليك هالشيء ابدا. بدك مين جاوبني؟ هيدا هو. ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج. اي درج؟ درج البراني. لك مظبوط. انت شوف جايك يا نعمان، وراك وراك. انا اللي وراك يا زكي. ايه والله والله لاحوا على الدعسه. هيها على الدعسه. عمو نعمان ليه عملتك بالزلمه؟ بدي اتسلى يا زلمه عن ازهق النهار بجنيني ضجر يا شيخ. هيدا جنيني في نعمه عما لا ليال، مرتب مهضوم وفهمين قطع وصل، من هوايه التفليص وعبينة خيو حريص ومسهل بموت لجيش الامور. إذا شفته قل له قل له تامر نويلك ويا ويلو. إذا بتشوفه مش شو حتشوفه بقى، صار بوستر. عم تضحك انت كمان تعبانة عن الشباك. وانو قدم يحوّل فوق. اش عملته معه؟ خلاص عرفنا دويل هذا. ايش شرفك الا اشو عبالي اخد فرصة بكرة دويل مصاري. هيدا دواء 3/4 العالم ومرضهم كمان. انا معيش قرشي تنفتش على حجي تاني. وانا بطل معي، صرت طلعه 100 ورا 100 وقول له هودعه منك استاذ هو يلهطه. بتعرف ايش باللي رايح اعمل من هالاشعة؟ ايش اسمها؟ سكانر. ايوه من هيدي. لك ايه سحب مني 300,000 الواطي، بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بضع انا وليال وحدنا. والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا؟ بليز ضروري نكون وحدنا. ولا ممكن. ادم وابي. واذا ادم بلين انا مش بلين، هيدي بنت خيي مش بنت خيو. بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد؟ منو شقفة واطي لا راح ولا اجا. شايف حلو مش مصدق انه هو يابا رئيس الخدام؟ ابي صدقش في الاستاذ سالم تيتمقطع فينا ويتمرجل علينا. البلي تستر ساتر ما قتل دمه. عشان نفسيته مش وجي. شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خدم قصر الشانسليسي. عمو العمين انتبه. مش فرقانه معي، هيدا زلمه بلا اخلاق. لا. بلا راس. بلا ضمير. بلا احساس وبلا هالحديث. بس لايك استركت وبحب شغله. استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف ما بعرف. شو كنت عم بتقول يا نمان؟ آه؟ شو كنت عم بتقول؟ كنت عم أقول لعابة حاجة عابة بلا أخلاق. لا بلا راس بجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيدم. كنت عم بتقول مشوية ما مشوية. إيه الأرض الأرض مشوية مش هيك؟ لا مش هيك، كنت عم بتسب فيي. أعوذ بالله ليش أنت بتنسبها مسيو إيدم؟ أكيد. لا مش أكيد. إيه تعال هون، إذا ما بجيب سيرتي بكلمة وحدة بطش لك لسانك نشلوشه، سامع شو عم لك؟ مش كثير. مش سامعني وليه؟ عن جد مش سامعك، مش هيك بدي منك خدمة. ولك عين؟ بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا ما معي شيء وقعه منك. شو بدك؟ بتصير قادم بعد اذنك بدي فرصه بكره. خير شو في؟ بدي اعمل اشي اسمها الاشعه. سكانر؟ ايوه من هيدي. لشو؟ للدانت اليمين. شو بها دانتك يا نعمان؟ اشقلت؟ شو بها دانتك؟ مش حنسمع فيها منيح. معقول؟ اشقلت؟ عمول معقول؟ صافرت فجأة وصار يخف السمع تدريجيا. اه ورحت عند الحكيم؟ اشقلت؟ رحت عند الحكيم؟ ايه نعم. شو قال لك؟ ما بعرف ما سمعتوش.
ما وصف لك دواء؟ ما أشئلة عين لك أشئلة لحظة تأبرم لك المنيحة. ما وصف لك دواء؟ وصفنا من هالأشعة أش اسمها؟ سكانر. أيوة من هايك. طيب سلامتك، خد فرصة بكرة. أشئلة؟ خد فرصة بكرة. كتر خيرك، بعرف كيف بدي كفيك. خفف حكي علي. أشئلة؟ لك خفف حكي. منيح، ليش ما تعيط؟ تسمعني. أشئلة؟ ماشي. خد فرصة بكرة وبلا زودي هالشهر. لا كيف بلا زودي؟ أشئلة؟ ما في فرصة بكرة هيك الزهيب ولا زودي. أنا الآن شئلت، أنا أبي شيك شاومة إيدين فرشي.